مؤسسات ثقافية زي مؤسسة دوم للثقافة أحد أدوارها الرئيسية إنها تنزل للناس في أماكنها. مهرجان قراءة في المنصورة هو مهرجان للقراءات الأدبية، نصوص أدبية لعرب مصريين وأجانب بيقراها ممثلين محترفين لجمهور عام. طبعاً إن ممثلين كبار يقروا الأعمال الروائية ده بيكونوا يعني جذب لجمهور مش معتاد إن هو يقرأ روايات أو يقرأ أعمال قصصية. فكان الحضور يعني مستويات مختلفة، طبقات مختلفة، ناس كتير واضح إنه القراية ما هياش يعني على قائمة أولوياتهم. بالنسبة لبعض الكتاب قالوا والله ده مش جمهور اللي احنا معتادين إن احنا نتناقش معاه، بس هي دي بالظبط الفكرة. الفكرة هي إن احنا نوصل لجمهور أوسع. الفكرة إنه التقليد ده مش موجود في مصر لسه، رغم أنه موجود في بلاد كتير في العالم. ده أول مهرجان للقراءة الأدبية في مصر وأول مهرجان للقراءة الأدبية حسب معلوماتي في الوطن العربي. افتتاح مهرجان القراءة الأدبية في المنصورة تزامن مع مولد نجيب محفوظ، فكان من المستحيل أن احنا ما نفكرش في قراءة عمل من أعمال نجيب محفوظ في الافتتاح. اختيار أحلام فترة النقاهة أنا شايفة أنه كان اختيار رائع، لأن النصوص كلها قصيرة عبارة عن دفقات شعورية كده وتخيلية قوية ومركزة، وبالتالي كان اختيار أحلام فترة النقاهة و 13 ممثل كلهم قروا بشكل متتابع الأحلام بتاعت نجيب محفوظ. كل ممثل منهم حط من إحساسه وتأويله وترجمته للنص، فكانت رحلة ممتعة جدا يعني حتى للقارئ اللي هو قارئ محترف. تجربة الإنصات لنص أدبي بالشكل ده كانت رائعة. والآن إلى أحلام فترة النقاهة للكاتب الكبير نجيب محفوظ. هبطت السلم بسرعة وفي الطريق رأيت الفتاة تسير في طرفه المفضي إلى ميدان مكتظ بالسيارات والبشر. جريت نحوها حتى أدركها قبل أن تذوب في الزحام، ولم أدركها. الأماكن اللي تم اختيارها كانت على أساس فكرة في منتهى البساطة، هي أن احنا نوصل للناس في أماكنها هي. تنوع الأماكن اللي حصلت فيها القراءات كان مهم جدا، لأنه جذب للمهرجان فئات ما هياش بالضرورة من الفئات القارئة أو اللي بتحضر أصلا فعاليات ثقافية. نادي الاستاد على سبيل المثال فيه أعضاء في نادي الاستاد، هؤلاء الأعضاء موجودين بصفة طبيعية أيام الأيام اللي احنا عملناها وهي الجمعة والسبت. في الحدائق العامة كان الناس اللي هم ممكن ما يبقوش بالضرورة جايين للحدث، ما يعرفوش ان هم في حدث، لكن مجرد ان هم موجودين في الجنينة دي فبيجوا يحضروا، فده شيء رائع يعني. المهرجان زي مهرجان القراءة الأدبية في المنصورة هو مش دوره بس ان هو ممثلين محترفين يقروا أعمال أدبية، انما دوره كمان ان هو يحدث يعني زي ما بيقولوا ياما كررنا الجملة دي جملة قديمة إنما هكررها، وهي إن إحنا بنرمي حجر في المياه. لما بنرمي حجر في المياه اللي بيحصل إن بتتشكل دوائر، والدوائر دي بتتسع تدريجيا. إحنا دايما بيبقى في ذهننا الدائرة الأولى. اللي حصل في المنصورة إن الدوائر الأكبر والأكبر كانت دوائر يعني في منتهى الأهمية، قد تكون أهم من الدائرة الأصغر، وهو إنه بعت رسائل كهرومغناطيسية إيجابية للناس للجمهور اللي حضر. ده عرفناه بعد المهرجان. كمية الرسائل اللي وصلت لنا واللقاءات اللي احنا عملناها مع جمهور اللي خلت ان الجمهور عنده رغبة انه يعمل مشاريعه، هو انه حد عايز يكتب فعايز يشارك في ورشة للكتابة الإبداعية، في مجموعة عايزة تشكل فرقة مسرح، في مجموعة تانية عايزة تعمل فيلم تسجيلي، في مجموعة رابعة عايز تعمل فيلم روائي. المقولة الساذجة والتافهة والمغرضة بتاعت الناس عايزة كده أو الجمهور عايز كده، اللي احنا أحياناً بنرددها بدون تفكير فيما له علاقة بالمنتج الثقافي، إن ده مش حقيقي. الناس مش عايزة حاجة تافهة، الناس عايزة حاجة حقيقية. المهم إن احنا نحاول نوصل للناس
في أماكنهم وباللغة والشكل المفهوم بالنسبة لهم والمثير للاهتمام. لو أنا بقدم منتج ثقافي لطيف وحلو وشكله حلو ومغري بالحضور، الناس بتحضر.